بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. يقول تعالى في سورة الإسراء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هذه الآية الكريمة من سورة الإسراء جاءت بعد قوله جل وعلا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وننزل من القرآن، ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هذه الآية دليل على علو الله جل وعلا على خلقه، وأنه مستو على عرشه فوق سماواته، لأن التنزيل يكون من أعلى لأدنى. ننزل من القرآن، من هذه ليست تبعيضية، فيقال إن بعض القرآن شفاء وبعضه ليس كذلك، بل هي بيانية. وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء لأمراض القلوب والأبدان، شفاء للأمراض كلها، شفاء من الكفر وشفاء من النفاق وشفاء من الشك وشفاء من الريب. وكل هذه تزول بقراءة القرآن عن تمعن وتدبر. وننزل من القرآن ما هو شفاء، والقرآن شفاء للأمراض البدنية كالآلام والأوجاع، فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على نفسه بما تيسر من القرآن، وينفخ وينفث على نفسه بما قدره الله جل وعلا على قراءته. وننزل من القرآن ما هو شفاء، من لا يستشفي في القرآن فلا شفاه الله. فالعلماء رحمهم الله قالوا في القرآن إنه شفاء من أمراض الشك والريب والشبهة والنفاق، شفاء للقلوب فقط. بعضهم قال بل شفاء للقلوب والأبدان، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشفي بالقرآن ويعالج به نفسه وغيره عليه الصلاة والسلام. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرجنا بسرية من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 راكبا، فمررنا بحي من أحياء العرب، فاستضافناهم
فأبوا أن يضيفوننا، ثم إن الله هيأ لهم أن لدغ سيدهم بعقرب جيدة كبيرة، فالتمسوا له كل علاج فلم يجد فيه شيئا، فقال بعضهم لبعض: انظروا إلى هؤلاء الرهط الذين نزلوا حولكم، فلعلكم تجدون عندهم شفاء برقية ونحوها. فجاءوا إلى أبي سعيد وزملائه فقالوا: إن سيدنا لدغ، وإننا التمسنا له كل علاج فلم ينفع فيه، فهل فيكم من راق؟ فبادر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نعم أنا راقي، لكننا استضفناكم فلم تضيفوننا، فلن نرق لكم إلا بجعل. فاتفقوا معه على 30 من الغنم يعطونها إياه، إن نجح في علاجه. فقام فنفث ونقرأ عليه فاتحة الكتاب 7 مرات، فبرأ كأن لم يكن به وجع. فأرسلوا لهم القراء الطعام، وأرسلوا لهم الشياه، فأكلوا القراء كلهم. ثم إن بعضهم قالوا: لا نقتسم الغنم حتى ندري أعملنا هذا صحيح أم لا. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبر، فقال له عليه الصلاة والسلام: وما يدريك أنها رقية، اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم. فأخذ من السهم الذي أعطوه عليه الصلاة والسلام ليشعرهم بأن الغنم حلال. عليه الصلاة والسلام لأبي سعيد: وما أدريك أنها رقية؟ فقلت: يا رسول الله، شيء ألقاه في روعي. قال: فلم؟ قال: اكلوا وأطعمونا من غنمكم. فأطعموا النبي صلى الله عليه وسلم من الغنم ليشعرهم بأنها حلال، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يأكل إلا ما حل وطاب. عن أبي أمامة قال: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينفع بإذن الله تعالى من البرص والجنون والجذام والبطن والسل والحمى والنفس أن تكتب بغفران أو بشيء نافع، فيعطى للمريض منه أعوذ بكلمات الله التامة وأسماعه كلها عامة، من شر السامة والغامة، ومن شر العين اللامة، ومن شر حاسد إذا حسد. هكذا ينبغي أن يكتب به الزعفران، الماء بزعفران، ثم ينقل ويغسل ويعطى منه المريض، فإنه ينفع بإذن الله. أوصى الصحابي رضي الله عنه برقية محمد صلى الله عليه وسلم، وقال فيها: ثم يكتب فاتحة الكتاب وأربع آيات من أول سورة البقرة. أولا يكتب فاتحة الكتاب: الحمد لله رب العالمين، إلى آخرها. ثم يكتب 4 آيات من أول سورة البقرة، والآية التي فيها تصريف الرياح: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار
واختلاف في خلق السماوات والأرض واختلاف والفلك التي تجري في البحر بأمره، وآية الكرسي والآيتين اللتين بعدها وخواتيم سورة البقرة من موضع لله ما في السماوات وما في الأرض إلى آخرها، وعشرا من أول سورة آل عمران وعشرا من آخرها، وأول آية من النساء وأول آية من المائدة وأول آية من الأنعام وأول آية من الأعراف، والآية التي في الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض حتى تختم الآية، والآية التي في يونس من موضع قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، والآية التي في طه والتي في وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، وعشر من أول الصافات وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وتنظف وتجعل ثلاث مرات تغسل ثلاث مرات بماء نظيف ثم يكثو منه أعر الوجه ثم يحثو منه الوجع ثلاث حثيات ثم يتوضأ منه كما توضأت كما يتوضأ للصلاة. سنعيد قراءتها إن شاء الله. ويتوضأ قبل ذلك وبعده ويقول بقول الصلاة عليه الصلاة والسلام حتى يكون على ظهري حتى يكون على طهر قبل أن يتوضأ به، ثم يصب على رأسه وصدره وظهره ولا يستنجي به. هذا الحديث حديث مهم في القراءة والرقية، فنعطيه أنسا ليقرأه عليكم. ثم يكتب الفاتحة الكتاب وأربع آيات من أول البقرة والآية التي في تصريف والآية الفاتحة الحمد لله رب العالمين إلى آخرها، ثم أربع آيات من سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلى آخر الأربع الآيات قبل ذكر الكفار. نعم. ثم يكتب فاتحة الكتاب وأربع آيات من أول البقرة والآية التي فيها تصريف الرياح وآية الكرسي في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في السماء بأمره. نعم. وآية الكرسي آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، والآيتين اللتين بعدها والآيتين اللتين بعدها بعد آية الكرسي مباشرة، يعني ثلاث آيات متوالية آية الكرسي وآيتين بعدها. نعم. وخواتيم سورة البقرة من موضع لله ما في السماوات وما في الأرض إلى آخرها، وخواتيم سورة البقرة الثلاث الآيات لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر السورة. نعم. وعشرا من أول آل عمران أول آل عمران الفلام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه الآيات، وعشرا من آخرها وعشرا من آخرها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وأول آية من النساء أول آية من النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وأول آية من المائدة أول آية من المائدة الحمد لله يا أيها الناس اتقوا
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. أول آية من الأنعام. كذلك أول آية من سورة الأنعام. وأول آية من الأعراف. كذلك أول آية من سورة الأعراف. والآية التي في الأعراف: إن ربكم الله الذي خلقك إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض حتى تختم الآية. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. الآية. والآية التي في يونس في من موضع: قال موسى ما جئتم به السحر قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح يعني عمل. الآية التي في ذكر السحر وبطلانه وأنه باطل. نعم. والآية التي في طه: وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. نعم. وعشرا من أول الصافات: الصافات صفا والزاجرات زجرا والتاليات ذكرى إن إلهكم لواحد إلى آخر العشر الآيات. وقل هو الله أحد. قل هو الله أحد هذه تسمى سورة الإخلاص. فيها توحيد الله جل وعلا. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لما قال المشركون للرسول صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك فأنزل الله جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والمعوذتين. المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. تكتب في إناء نظيف ثم تغسل ثلاث مرات بماء نظيف ثم يحثو منه الوجع ثلاث حثوات ثم يتوضأ منه كوضوئه للصلاة ويتوضأ قبل وضوئه للصلاة حتى يكون على طهر قبل أن يتوضأ به ثم يصب على رأسه وصدره وظهره ولا يستنجي به ثم يصلي. يجوز الاستنجاء من هذا الكلام الذي قرئ فيه القرآن لأن الاستنجاء لغسل النجاسات وهذا الكلام ينزه عن غسل النجاسة. ثم يصلي ركعتين ثم يستشفي الله عز وجل يفعل ذلك ثلاث أيام قدر ما يكتب في كل يوم كتابا. هذا حسن إذا فعلها المسلم ثلاث مرات فإنه يشفى بإذن الله من أي وجع يصيبه. نعم. وفي رواية كمل. نعم. وفي رواية: ومن شر أبي قترة وما ولد وقال فامسحوا بوصبكم ولم يشك. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات. فلما يقرأ على نفسه عليه الصلاة والسلام بالمعوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وسورة الإخلاص قل هو الله أحد، فكان يقرأ على نفسه بيده هكذا يقرأ بيده ثم يمسح بها ما طال من جسده. ثم لما عجز وثقل كانت عائشة رضي الله عنها تقرأ في يد الرسول صلى الله عليه وسلم رجاء بركته ثم تمسح بها على جسده صلى الله عليه وسلم. فلما ثقل. وروى البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيده بيد نفسه لبركتها. فسألت الزهري: البركة من الله جل وعلا بيد الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام يتبارك في رجل في قدمه وفي عرقه وفي كل شأنه
لدون غيره من الخلق، فالغير من الخلق لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم تبركوا بفعل أبي بكر أو بقول أبي بكر أو بعرق أبي بكر رضي الله عنه وهو أفضل الأمة، وإنما البركة كل البركة في فعله صلى الله عليه وسلم وقوله، ولهذا يستشفى بعرقه وما مسه جسده صلى الله عليه وسلم. فسألت الزهري كيف كان ينفث، قال كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. ينفث أو ينفخ كلها وردت، فالنفخ القاء النفس بدون ريق وبدون تفال، والنفخ والنفث النفث بالتفال مع الريق، يعني يقرأ أحيانا بالنفخ وأحيانا بالنفث، فالنفث معه شيء من الريق والنفخ ليس معه شيء من الريق، يعني يقول بسم الله نفخ بلا ريق، وإذا كان بريق قال يتهل معها عليه الصلاة والسلام وجاء الشفاء. نعم. وروى مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى قرأ على نفسه المعوذتين وتفل أو نفث. تفل أو نفث. نعم. التفل هو اللي منه ريق، والنفث هو هواء بلا ريق. نعم. قال أبو بكر بن الأنباري قال اللغويون تفسير نفث نفخ نفخا ليس معه ريق، ومعنى تفل نفخ نفخا معه ريق. وروى ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره الرقى إلا بالمعوذات. كان يكره الرقية إلا بالمعوذتين، والرقية التي كان يكره عليه الصلاة والسلام كانت بغير القرآن، أما ما كان الرقى بالقرآن فإنه ليس مكروها على الصحيح. نعم. قال الطبري وهذا حديث لا يجوز الاحتجاج بمثله في الدين، إذ في نقل يعني كونه صلى الله عليه وسلم لا يرقى إلا بالمعوذتين فقط، بل الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ بالمعوذتين وسورة الإخلاص ويقرأ آية الكرسي ويقرأ الفاتحة عليه الصلاة والسلام، وهكذا يكثر من القراءة. نعم. قال الطبري وهذا حديث لا يجوز الاحتجاج بمثله في الدين، إذ في نقلته من لا يعرف، ولو كان صحيحا لكان إما غلطا أو منسوخا، لقوله عليه الصلاة والسلام في الفاتحة ما أدراك إنها رقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا سعيد الخدري على القراءة بالفاتحة، قرأها 7 مرات، وفي رواية قرأها 3 مرات، وفي رواية قرأها 1 مرة، فقام كأنما نشط من عقال، يعني كأن فك عقاله وقام، وهذه من كرامة الله جل وعلا لرسوله ولأمته أن جعل الله القرآن شفاء لهم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، كما قال قتادة رضي الله عنه من صحب القرآن فلا بد أن يزيد معه أو ينقص، يزيد مع القرآن إيمانا أو ينقص إيمانه يكون خسارة عليه إذا صحب القرآن ولم يستفد منه ولم يعمل به. نعم.
وإذا جاز الرقى بالمعوذتين وهما سورتان من القرآن كانت الرقية بسائر القرآن مثلهما في الجواز، إذ كله قرآن. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: شفاء أمتي في ثلاث آية في ثلاث آية من كتاب الله، قراءة على المريض، أو لعقة من عسل، لعقة من عسل، شيء من العسل يتعالج به، أو شرطة من محجم، أو شرطة من محجم يعني فصد أو حجامة أو نحو ذلك. وقال رجاء الغنوي: من لم يستشف بالقرآن فلا شفاء له. لا شفاه الله، من لم يستشف بالقرآن فلا شفاء الله له ولا شفاء له. يقول إن القرآن شفاء، كما قال الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الرابع. واختلف العلماء في النشرة، وهي أن يكتب شيئا من أسماء الله أو من القرآن ثم يغسله بالماء ثم يمسح به المرض ثم يمسح به المريض أو يسقيه. اختلف العلماء رحمهم الله في النشرة. النشرة علاج المريض، ينشر عنه يعني يعالج بالرقية. ثم اختلفوا في الرقية أهي حلال أم لا، فقال بعضهم: بل هي حرام كلها حتى ما كان من القرآن. وقال آخرون: بل ما كان من القرآن مستثنى. فالذين قالوا النشرة كلها حرام قالوا خشية أن يدخل فيها ما ليس بصحيح فيظن أنه صحيح فيؤخذ به، والأولى له المنع من ذلك كله. آخرون قالوا يمنع ما كان باطلا ويرخص فيما كان حقا. نعم. فأجازها سعيد بن المسيب. قيل له: الرجل يأخذ عن امرأته، أيحل عنه وينشر؟ قال: لا بأس به. الرجل الذي يأخذ عن امرأته يعني يحرم من اتيانها، يصير ما يستطيع أن يجامعها، كيف يعمل معه؟ أيؤخذ عنه وينشر يعني يقرأ عليه القرآن؟ قال: نعم، يقرأ عليه القرآن. وهذا ليس بممنوع، لأن المفيد ما يمنع، وإنما المنع من الخرافة والشيء الباطل. أما ما كان صحيحا فيجوز أن يستعمل علاجا للمرضى. نعم. وما قال: لا بأس به، وما ينفع لم ينه عنه. ولم ير مجاهد أن تكتب آيات من القرآن ثم تغسل ثم يسقاه صاحب الفزع. وكانت عائشة تقرأ بالمعوذتين في إناء ثم تأمر أن يصب على المريض. وقال المازري أبو عبد الله: النشرة أمر معروف عند أهل التعزيم، وسميت بذلك لأنها تنشر عن صاحبها، أي تحل، ومنعها الحسن وإبراهيم النخعي. قال النخعي: السلام ورحمة الله عليهم، اختلفوا في النشرة في القراءة على المريض. منهم من أجاز ذلك مطلقا إذا كان ذلك من القرآن، ومنهم من منع ذلك مطلقا وقال: لا يجوز النشرة لأنه قد يدخلها ليس بجائز، فمنعها أولى. والصحابة رضي الله عنهم كانوا ينشرون عن المريض ويقرؤون عليه ويزول ما يجد من الألم والضعف عند إتيان شهوته وزوجته. قال النخعي: أخاف أن يصيبه بلاء. وكأنه ذهب إلى أنه ما يجيء به القرآن فهو إلى أن يعقب بلاء أقرب منه إلى أن يفيد شفاء. وقال الحسن: سألت أنسا فقال: ذكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الشيطان.
وقد روى أبو داود من حديث جابر بن عبد الله قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: من عمل الشيطان. النشرة من عمل الشيطان، ولعل المراد من قوله صلى الله عليه وسلم النشرة بغير القرآن وبغير الكلام المعقول، كمن يأتي بكلمات غير عربية أو كلمات عربية غير مفهومة أو نحو ذلك يظن أنها تنفع، فهي تضر أكثر مما تنفع. نعم. قال ابن عبد البر: وهذه آثار لينة ولها وجوه محتملة. وقد قيل إن هذا محمول على ما إذا كانت خارجة عما في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وعن المداوات المعروفة. والنشرة من جنس الطب، فهي غسالة شيء له فضل، فهي كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، ومن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بنفع المريض واستفادة المريض من أخيه المسلم فيما يجوز، وأما ما لا يجوز فلا، فنهى عنه صلى الله عليه وسلم. النشرة شرك، النشرة شرك، النشرة شرك، قال عليه الصلاة والسلام. ولعله أراد بذلك النشرة التي ليست من القرآن ولا من السنة، يعني قوله: من أراد من استطاع ينفع أخاه ولينفع. قلت: قد ذكرنا النص في النشرة مرفوعا، وأن ذلك لا يكون إلا من كتاب الله، فليعتمد عليه. الخامسة. قال مالك: لا بأس بتعليق الكتب التي فيها أسماء الله عز وجل على أعناق المرضى على وجه التبرك بها، إذ لم يرد معلقها بتعليقها مدافعة العين، وهذا معناه قبل أن ينزل به شيء من العين. وعلى هذا القول جماعة من أهل العلم لا يجوز عندهم أن يعلق على الصحيح من البهائم أو بني آدم شيء من العلائق خوف نزول العين، وكل ما يعلق بعد نزول البلاء من أسماء الله عز وجل وكتابه رجاء الفرج والبرء من الله تعالى، فهو كالرقى المباح الذي ورد في السنة الذي وردت السنة بإباحته من العين وغيرها. وقد روى عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فزع أحدكم من في نومه فليقل: أعوذ بكلمات الله التامة غضبه وسوء عقابه ومن شر الشيطان. فكلمات الله جل وعلا هي القرآن، والاستعاذة بالله جل وعلا جائزة في كل وقت وحين، بخلاف الاستعاذة بكلمات غير معروفة أو كلمات يدخل فيها الشرك أو لا يدرش معناها، فهذه لا يجوز أن تقال على المرضى. نعم. فإذا فزع أحدكم في نومه فليقل: أعوذ بكلمات الله التامة غضبه وسوء عقابه ومن شر الشياطين وأن يحضرون. وكان عبد الله يعلمها ولده من أدرك منهم، ومن لم يدرك كتبها وعلقها عليه. فإن قيل: فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من علق شيئا وكل إليه. فإن قيل: فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من علق شيئا وكل إليه. من تعلق على شيء وكل إليه،
فمن تعلق على الخرافات والكلام والجهل والضلال يوكل إلى هذا، ومن تعلق بالقرآن وبآيات الله وبصفاته جل وعلا وكل إلى ذلك وينفعه ذلك بإذن الله. وروى ابن مسعود على أم ولده تميمة مربوطة فجذبها جذبا. رأى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على أم ولده زوجته، قد تكون زوجته وقد تكون أمته، فرأى عليها تميمة، يعني شيء مكتوب معلق في صدرها، فجره وجذبه بغلظة وقال: إن آل عبد الله أغنياء عن الشرك، يعني نحن أغنياء عن الشرك. فسألها: من أين لها هذا؟ فقالت: إنها من يهودي كانت تذهب إليه، فكانت عينها تنقط ماء، فإذا ذهبت إليه نشف الماء. فقال: لا، هذا وخزة من الشيطان، هو الذي ينخز عينك، فإذا ذهبت إلى هذا اليهودي وقرأ عليها وعلق عليها هذا زال ما كان يستعمله معك، فاتكلي على الله جل وعلا، وآل عبد الله بن مسعود أغنياء عن الشرك، يعني لا نحتاج إلى الشرك، وإنما علينا أن نأخذ بالكتاب والسنة. نعم. ورأى ابن مسعود على أم ولده تميمة مربوطة فجذبها جذبا شديدا فقطعها وقال: إن آل ابن مسعود لأغنياء عن الشرك. ثم قال: إن التمائم والرقى والتولة من الشرك. قيل: وما التولة؟ قال: ما تحببت به لزوجها. وروي عن عقبة بن عامر التولة الشيء الذي تصنعه النساء تتحبب إلى زوجها بهذا الفعل. نعم، ليس زينة، زينة مطلوب منها، لكنها أقوال أو اعتقاد أو نحو ذلك تتحبب به إلى زوجها. نعم. وروي عن عقبة بن عامر الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. فلا ودع الله له. قلنا: قال الخليل بن أحمد: التميمة قلادة فيها عود أو عود. وهذه التمائم والقلائد إن كانت من القرآن فهي محل خلاف، وإن كانت من غير القرآن فهي محرمة بالإجماع. قال الخليل بن أحمد: التميمة قلادة فيها عوذ، والودعة خرز. وقال أبو عمر: التميمة في كلام العرب القلادة، ومعناها عند أهل العلم ما علق في الأعناق من القلائد خشية العين أو غيرها أن تنزل أو لا تنزل قبل أن تنزل، فلا أتم الله عليه صحته وعافيته. ومن تعلق ودعه، وهي مثلها في المعنى، فلا ودع الله له، أي فلا بارك الله له ما هو فيه من العافية، والله أعلم. وهذا كله تحذير مما كان أهل الجاهلية يصنعونه من تعليق التمائم والقلائد، ويظنون أنها تقيهم وتصرف عنهم البلاء، وذلك لا يصرفه إلا الله عز وجل، وهو المعافي والمبتلي ولا شريك له. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عما كانوا يصنعون من ذلك في جاهليتهم. وعن عائشة قالت: ما تعلق بعد نزول البلاء فليس من التمائم. وقد كره بعض أهل العلم تعليق التميمة على كل حال قبل نزول البلاء وبعده، والقول الأول أصح في الأثر والنظر إن شاء الله تعالى. وما روي عن ابن مسعود يجوز أن يريد بما كره تعليقه
تعليقه غير القرآن أشياء مأخوذة من العرافين والكهان. إذ وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقى فقال: اعرضوا علي رقاكم ما كان منها خال من الشرك فلا بأس. فالرقية إذا كانت خالية من الشرك فلا بأس، وأما إذا كانت معتمدة على الشرك فلا يجوز ذلك. هذا الكتاب الذي معي الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنته من السنة وآي القرآن، تأليف أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي من قرطبة من الأندلس رحمه الله. هذا من كتب التفسير الحسنة والجيدة، يعتمد في تفسير على الكتاب والسنة إن شاء الله ورحمة للمؤمنين. قوله تعالى: ورحمة للمؤمنين، تفريج الكروب وتطهير العيوب وتكفير الذنوب مع ما تفضل به تعالى من الثواب في تلاوته، كما روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب. وقد تقدم يقول تعالى: ولا يزيد الظالمين إلا خسارا لتكذيبهم. قال قتادة: ما جالس أحد القرآن إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، ثم قرأ: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين الآية. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، هذا مصداق قول قتادة رضي الله عنه. قتادة: من جالس القرآن فلا يقوم منه إلا بزيادة أو نقص، إن كان مؤمنا زاد إيمانه، وإن كان منافقا أو كافرا كذب بذلك فزاد كفره ونفاقه، والله أعلم. ونظير هذه الآية قوله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وقيل: شفاء في الفرائض والأحكام لما فيه من البيان، والله أعلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقول السائلة: امرأة طهرت من الحيض بعد العشاء، هل تقضي المغرب والعشاء أو تقضي العشاء فقط؟ بل تقضي المغرب والعشاء، لأن المغرب تجمع مع العشاء. فمن طهرت من النساء بعد طلوع الشمس فليس عليها صلوات إلا المستقبلة صلاة الظهر، ومن طهرت بعد العصر فعليها أن تقضي الظهر والعصر، ومن طهرت بعد العشاء فعليها أن تقضي المغرب والعشاء. فإذا طهرت بعد غروب الشمس فعليها أن تصلي المغرب، وإذا جاء العشاء تصليها، يعني الوقت الذي يجمع مع ما قبله تصليه الحائض إذا طهرت، والوقت الذي لا يجمع مع ما قبله فلا بأس عليها. فإذا طهرت بعد طلوع الشمس فليس عليها صلوات إلا ما تستقبله، لأن انتهى وقت صلاة الفجر وليس عليها. وإذا طهرت بعد العشاء فعليها أن تقضي المغرب والعشاء، وإذا طهرت قبل طلوع الشمس فعليها أن تقضي الفجر فقط، وإذا طهرت بعد العصر فعليها أن تقضي الظهر والعصر، وإذا طهرت بعد العشاء فعليها أن تقضي العشاء والمغرب قبلها.
يقول السائل: بنت كانت من العمر أو كانت في الخامسة من عمرها، كان إخوانها قد زينوها في أحسن زينة ودخلوا بها إلى مكان التصوير من أجل أن يصوروها، فأصيبت والآن تبلغ من العمر 14 سنة، لا تستطيع أن تمسك بيدها شيء، ما هو علاج العين؟ علاج العين القراءة، الآية الكرسي، والمعوذتين، وسورة الإخلاص، والحمد لله رب العالمين، وهكذا ما تيسر من القرآن. يقول السائل: سأمتحن في مرحلة ما، وأحد الطلبة يعرف الأسئلة التي سأمتحن فيها، فهل يجوز لي أن أسأله عن الأسئلة وليس عن الإجابة؟ لا يا أخي، لا يجوز لك ذلك، لأنك إذا عرفت السؤال قبل أن تدخل الامتحان فستعرف الإجابة. يقول السائل: رجل دخل مكة بدون إحرام وهو ينوي الحج، ماذا عليه؟ عليه إذا عزم على الحج أن يخرج إلى الميقات الذي مر به ويحرم منه، ويدخل مكة بحج أو بعمرة متمتعا بها إلى الحج أو قارنا بين الحج والعمرة. يقول السائل: اعتمرت في رمضان ثم ذهبت إلى الرياض في آخر رمضان، ثم دخلت مكة في أول ذو القعدة ولم أعتمر، وأقصد الحج وأنوي الحج، هل علي هدي؟ ومن أين أعتمر؟ يجب عليك أن تخرج لتعتمر لتحرم بالحج، تحرم بالحج إن شئت مفردا الحج فلا بأس، وإن شئت متمتعا بالعمرة إلى الحج فلا بأس، وإن شئت قارنا الحج والعمرة فلا بأس، فأنت مخير بين الأنساك الثلاثة، فإن كان نسكك عمرة فقط فأنت متمتع بها إلى الحج يجب عليك هدي التمتع، وإن كنت مفردا الحج فلا بأس عليك ولا يجب عليك هدي، وإن كنت قارنا فيجب عليك هدي القران، فالقران والتمتع يجب فيهما الهدي، والإفراد لا يجب فيه هدي، وأنت إذا دخلت قرب وقت الحج فلا بأس عليك أن تدخل حاجا فقط مفردا الحج فلا بأس عليك. يقول السائل: إذا قام الإمام إلى خطبة الجمعة ودخل المصلي، هل يصلي تحية المسجد؟ نعم يا أخي، يجب عليه ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجوز له أن يجلس حتى يصلي ركعتين، فعليه أن يصلي ركعتين سواء كان الإمام يخطب أو لم يبدأ الخطبة، يجب عليه أن يصلي ركعتين تحية المسجد. نعم. ويقول السائل: هل قراءة القرآن في المسجد في حلقة جماعة جائز؟ نعم يا أخي، يجوز قراءة القرآن في كل وقت ما لم يشوش على أحد. ويقول: هل يجوز الدعاء بعد صلاة الجماعة؟ صلاة الجماعة يشرع بعدها التكبير والتسبيح والتهليل، ولا تشرع قراءة القرآن ولا الدعاء، فعليه أن يدعو أولا، يأتي بالدعاء الوارد التكبير: سبحانك اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يأتي بالدعاء الوارد، ثم يأتي بالتكبير والتسبيح والتحميد، وهكذا، فإذا انتهى من هذه فله أن يدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة.
يقول السائل: قمت بأداء عمرة في ذي القعدة وفي نيتي التمتع بها للحج عن نفسي، وأريد الآن أن أحج عن قريب لي، فهل عملي صحيح؟ عملك صحيح إذا أنت اعتمرت أولا عن نفسك متمتعا بها إلى الحج، ثم رأيت أن تحج عن نفسك أو رأيت أن تحج عن قريب لك فلا بأس عليك، فيجوز أن تتمتع بالعمرة للحج، والعمرة لك والحج لك، ويجوز لك أن تتمتع بالعمرة للحج والعمرة لك والحج لغيرك، وهكذا. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.